اليوم كتعقد الشبيبة الديمقراطية تجميع لقاء كيدخل في إطار الجامعة الصيفية اللي كتنظمها كل سنة، ولكن كذلك كاين هناك انتخاب ديال الكاتب ديال هذه المنظمة في هذا اللقاء هذا اللي كتدخل كذلك في إطار استعدادات للمؤتمر الوطني اللي غيعقدوا الحزب ديال الحركة الديمقراطية الاجتماعية في غضون شهر أكتوبر إن شاء الله. فالشعار اللي اختاريناه هو الشباب كفاءة لفائدة الوطن، لأن كنعتقد على أن اليوم دور الشباب في المجال السياسي دور يعني حساس ومهم، وكنحاول من خلال هذه اللقاءات على أننا ندفعوا بالشباب للانخراط في العمل السياسي، ندفعوه لتحمل المسؤولية، لأن كنعتقد على أن الأمم اللي كتحصن الشباب ديالها واللي كتعطيه دور يلعبوا من بداية النشأة ديالو كيكون عندها يعني مستقبل اللي كيكون مطمئن وكيمكن له أنه يكون يعني في أحسن الأحوال. أيضا الاجتماع غادي يناقش عدة نقاط، غادي نناقشوا عدة أمور اللي كتعلق به الحياة الاجتماعية اليومية ديال المواطن، قضايا اللي كتهم الوطن من قضية وطنية، من بلاء الأسعار، من يعني عدة مشاكل اللي كيعرفها المواطن المغربي. هذه تكون مائدة اللي يمكننا نخرجوا بتوصيات اللي تكون كذلك مهمة بالنسبة للورقة السياسية للمؤتمر الوطني اللي غيعقدوا الحزب إن شاء الله في شهر أكتوبر. كنحضروا أشغال هذا المؤتمر الوطني الخامس للمنظمة من أجل انتخاب كاتب وطني جديد، ومن أجل انتخاب هيئة جديدة اللي يمكن تسير منظمة الشبيبة الديمقراطية الاجتماعية مستقبلا في ولاية اللي يمكن نقولوا على أنها ولاية انتدابية حافلة بمجموعة من التحديات الأساسية، خاصة في ظل الأوضاع اللي كتعيشها بلادنا خاصة على مستوى الشباب. ما يمكنش اليوم نتحملوا هذه المسؤولية إلا وحنا عارفين حجم التحديات اللي مطروحة على مستوى مرتبط أساسا بحقوق دستورية ديال الشبان وديال الشابات في بلادنا، الحقوق الدستورية اللي نصت عليها الوثيقة الدستورية. هاد التحديات اللي غادي يمكننا نعتمد عليها أساسا بطريقة ديال الترافع بالمطالب الأساسية باش من أجل تنزيلها ومن أجل الإجراء ديالها. كذلك يمكن لنا اليوم نشتغلوا على الجانب الأساسي والمرتبط أساسا بالتكوين والتأطير، كنعتبروا على انه محطه اساسيه، وكنعتبروا على انه نقطه اساسيه ونقطه مهمه باش يمكن اليوم على اننا نحسنوا البيت الداخلي لمنظمات الشبيبه الديمقراطيه الاجتماعيه واستمرار في العمل اللي كتقوم به، خاصه وانه الولايه السابقه هي كانت كتعطي واحد العدد ديال الامور اللي يمكن ساهمت في الرقي بالمنظمه. شكرا. ابو مهدي الكاتب الوطني السابق للشبيبه الديمقراطيه الاجتماعيه، اليوم عقدنا مؤتمر وطني ديالنا اللي كل بالنجاح، كان فيه انتخاب الكاتب الوطني الجديد، كنتمنوا له التوفيق، كنتمنوا له النجاح، لأنه حمل واحد المشعل ديال ما نقولوش التشريف ولكن التكليف بخروج المنظمة ديالنا عاوتاني من العمل الجاد اللي كانت حضرته إلى عمل أكثر جدية، فكنتمنى له التوفيق وكنتمنى النجاح لكل الشباب المغربي للدفاع عن المصالح ديالو اللي هي تتعرف مجموعة ديال الإكراهات الاجتماعية في الميدان الاجتماعي، الثقافي، الرياضي، التعليم، الصحة إلى غير ذلك. فكنتمنى أنه هاد الإخوان ديالنا اللي تحملوا المسؤولية اليوم في مدينة طنجة أنهم يكون عندهم الكفاءة والجرأة أنهم كل التوصيات اللي ياخذوها المؤتمر نبرزوا على ارض الواقع، وما ننساوش ان دائما احنا كمغاربه وكشباب مغربي اننا نحاول نقوي الجبهه الداخليه ديالنا من اجل الوحده الترابيه من اجل الصحراء المغربيه وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله عليه. سي بومدي، شي اهم مخرجات في هذا المخرجات ديالنا ديال المؤتمر؟ القضيه الوطنيه بالاساس، كذلك الشق الاجتماعي، كذلك الاهتمام بالشباب ديال العالم القروي والمغرب العميق، هذه هي اهم المخرجات ديالنا. شكرا لك. الله.